السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك مولانا؟ الله يكرمك. الحمد لله، بارك الله فيك. تفضل. الله بالصحة والعافية. يا رب وإياك، تفضل. الله يكرمك. بقول لحضرتك أخت تسأل، عندهم أرض، هل الإيجار بتاع الأرض يخرج منه زكاة؟ إذا اجتمع من الإيجار مبلغ بلغ النصاب ومرت عليه سنة يزكى، أو إذا انضم إلى سائر مالك ومرت عليه سنة يزكى على القول الآخر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني النصاب كم يا حبيبي؟ النصاب إذا بنينا على النصاب الذهب 97.2 من الجرامات، إذا بنينا على النصاب الفضة 600 جرام على وجه التقريب. 600 جرام على وجه التقريب إذا بنينا على النصاب الفضة. بارك الله فيك. مرحبا يا فضيلة الشيخ مختار بن حسين بن سلام، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤال يا فضيلة الشيخ. تفضلي. دلوقتي ابني راضع من مرات حماية. ابنك راضع من مرات من مرات حماية. يعني مرات ابو الزوج، يعني مرات حماية مرضع ابني انا وبنت سلفي. وبنت سلفتك. طيب. فالتلاتة كده يعتبروا اخوات؟ يعني انا ابن كده ما يجوزش البنت سلفي؟ لا، ما يجوزش، اخوها من الرضاعة، من الام. طيب. ومن الاب ايضا. طيب ابن حماية ده ابني ولا لا؟ ابن حماكي مين بقى؟ اللي امه مرضعة ابني وابن سلفي وبنت سلفي. لا، هو لا رضع منكي. ولا انت رضعت من امه. هو فقط اخو ابنك، اخو ابنتك عفوا. بس اما انت يعني دولت اللي هم رضعوا من مرات حماية، دولت اجتمعوا على ثدي واحد كلهم اخو. طيب. او الذين ضر، او الذين يعني كان الرجل سبب في الارضاع، يكون اخو من الاب من الرضاع، لكن انت ليس لك اي صله له. تمام. الله يكرم. يعني هو اخوهم لكن دولت مش عيالي. ايوه يعني اخو بنتك لكن مش ابنك. طيب. لأنك ما رضعتيه، أنت لم ترضعيه. لا، أنا ما رضعتش. أيوة. هو بس اللي رضع. الله يوفقك حسام أبو محمد السني، وفقك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا عم الشيخ؟ حالي طيب والحمد لله. دعوتك عم الشيخ ده أخي بالرحمة يعني. الله يرحمه رحمة واسعة، وأمواتنا وأموات المسلمين يا رب. اللهم أمين رب. دلوقتي عم الشيخ بعد اذنك، كنت بدي دروس، فكنت عايز اسال بالنسبه لو في مثلا فتيات في الدرس، كم عمر كم عمر اللي يجب علي، لازم علي اني كم عمر الفتيات؟ نعم، كم العمر؟ في اولى اعدادي يعني 12 سنه. يعني بلغت الفتاه ام لم تبلغ؟ اكيد. طبعا بلغت. وانت كم عمرك؟ انا عمري 27 28. لا اقصد الحمد لله يعني يعني اضبط نفسي، لا اقصد هذا، يعني اقصد اللي هو مثلا اجتماع الفتيات مع البنين. يعني ده مشكله تانية. في مشكلتين الان، مشكله تخصك
وهي الخوف عليك من فتنة النساء، اللهم اعصمنا. فأنت شاب والفتاة شابة. والمشكلة الثانية اختلاط البنين بالبنات، فأنت إذا كنت رجلا ورعا، يعني نص ورع الآن، افصل البنين على البنات، هذه في فترة وهذه في فترة. إذا كنت ورع تماما لن تدرس البنات بهذه السن، في وأنت شاب قوي ويجري فيك ما يجري في الرجال إن كنت سويا يعني. إذا كنت من غير اللي ربما من الرجال فمسألة ثانية. كنت بس أسأل عن شيء، هل يمكنني أن ألزم، يعني يجب عليا أن ألزم البنات بلبس الحجاب؟ والله أنت ممكن تلزم نفسك، تقول أنا لن أقبل إلا محجبة. هتقول كده يا جماعة، أنا بدأ رجل، أنا حر في نفسي. البنت التي تأتي علي تكون مستورة. تكون مستورة يجب عليها هذا أم يعني، ما ده يعني دينك يسمح لك، دينك يأمرك بهذا. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما أنك تعرض نفسك لفتاة متبرجة تأتي تتراقص عندك وتضع المكياج، أنت لست بجمادي يا أخي. نعم الله يسلمك وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت ممكن عندي كذا سؤال ممكن أسأل. سلي الآية بتاعت وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت، ممكن أعرف تفسيرها؟ تفسيرها موضح نفسه، كما قال فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فإذا حضرت الوفاة انقطعت التوبة. طيب سؤال تاني بعد إذن حضرتك، اللي هو يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، أي نعم. في تفسيرها هل معنى ذلك إن أنا أي سؤال يجي في بالي بلاش أسأل عليه؟ يمكن لا مش كل الأسئلة طبعا، لأن ربنا قال أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن في أسئلة فيها تنطع، فيها جرح للناس. يعني على سبيل المثال، لو أنت علمت سبب نزول الآية ممكن تتضح لك بعض الأمور. لها سببان نزول. كان رجل اسمه عبد الله بن حذافة السامي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل كان إذا لاح دعي إلى غير أبيه. يعني لما واحد يشتمه أو هو يشتم واحد الثاني يقول له أنت لست بابن حذافة. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام من المقامات وقال سلوني لا تسألوني عن شيء في مقام هذا إلا أخبرتكم به. فقام عبد الله بن حذافة يقول من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. فأبي أن أمه كانت فعلت المحرم في الجاهلية وقال له الرسول أبوك فلان غير حذافة، تسوء هذه المسألة. لذا يروى بصيغة التمريض أن أمه كانت تقول له ما رأيت ولدا أعق منك، كنت تريد أن تفضح أمك على رؤوس الأشهاد. وأيضا على هذا النحو من سبب نزول آخر، أن امرأة عفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ قال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لو قلت نعم لو وجبت ما استطعت. أذكر لك مثالا حيا من أمثلة الناس. أنت جالسة مع زوجك في لحظة وداد، جيت أنت قلت له أنت يعني عمرك ما حبيت حد غيري، أو هو عكس القصة يعني. طب إذا قال حب حد غيرك هتزعلي. إذا قال لك أنت حبيت حد غيري في ولو أنت طالبة في الإعدادي، قال له ما في حد حبيته أبدا إلا ولد كان بيكلمني كلمتين وأرد عليه. يبدأ يسترسل، ما كلمتان، من الولد، حتى تسوءك هذه الأشياء وممكن يقول الأمر إلى الطلاق. هي سؤال آخر بعد إذنك. أسئلة التنطع وأسئلة الكشف الأستار وهتك الأستار والأسئلة التي لا فائدة فيها من الأمور التي لم تحدث،
أمور لم تحدث ولا تحدث في التاريخ إلا مرة واحدة، يتنطع متنطعون ويسألون عنها إلى غير ذلك. دم البعوض ما حكمه يا ابن عمر؟ قال ابن عمر: قتلتم ابن بنت رسول الله وجئتم تسألوني عن دم البعوض؟ اتفضلي يا أختي، سؤالك الثاني. السؤال بعد كده هو يعني احنا على علمنا من ورد لنا في السنة ان الانسان عند الوفاة ان في ملائكة، المؤمن ملائكة بتبشره بالجنة وبيدخل القبر فبيجاوب على اسئلة الملكين وكده. طب الانسان ده عند الوفاة لو في بعض الذنوب هيعذب بيها برضو بيبشروه الملائكة وبيجاوب على اسئلة الملكين؟ هذا الامر موكول الى الله سبحانه، الأمر هذا موكول إلى الله عز وجل. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على التوحيد وعلى البعد عن الكبائر، أيضا على البعد عن الكبائر، لأن الله قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فأمر المسرفون على أنفسهم من أصحاب المعاصي إذا كانوا من أهل الكبائر الله أعلم، وليس لنا هذا من أسئلتك التي لا فائدة فيه، نقول إلى الله. خذ يا عبد الرحمن، الله يكرمك، شوية سكر قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير وطيب، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. معذره بس كم سؤال كده لو سمحت. اتفضلي. في نهايه الدعاء هل يجوز ان احنا نشترط نقول في الاخر كده عاجلا غير اجل، ولا ده يبقى اشتراط على الله؟ لا لا، يجوز، لان النبي عليه الصلاه والسلام دعا في دعاء الاستسقاء في بعض المرات: اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا عاجلا غير آجل. طيب حاجة تاني إن شاء الله. إن شاء الله لو رايحة عمرة أنا لبسي سواد كله، يعني خمار ونقاب وكل السواد، فيجوز إن أنا ألبس الخمار اللي حضرتك معايا يا شيخ؟ معاكي. يجوز إن أنا ألبس خمار أبيض؟ يعني أنا نفسي أعمل حاجة زي كده، يعني ألبس خمار أبيض على العباية السوداء، ولا لا يجوز؟ وجهك مكشوف ولا عريان؟ لا، وجهي مستورة، يعني أنا منتصبة من 14 سنة. طيب ماشي، ساتر الوجه ما فيش مشكلة، يعني تريد أن تلبس الخمار الأبيض لكن وجهك متغطي؟ لا بأس، ماشي، يجوز. نقصد إن أنا هغير لبس الأسود بتاعي فهلبس. ما فيش مشكلة، عائشة طافت بثوب المورد. لا 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 لا، ده سادة، ما فيش أي تدين خالص. عائشة أحسن منك والله يا أختي. خلاص، أنت فهمت الجواب؟ تمام. الكمامة يا شيخ يجوز بدل الباشا بتاع وقت الإحرام ولا لا يجوز؟ ممكن الكمامة، ممكن تاني تنزلي سدل خفيف. سدل خفيف الإزدال ده ما بشوفش الكعبة متضايقة، يعني عايزة أشوف الكعبة قدامي. الإزدال الباشا بتخليني مش شايفة كويس، هل يجوز إن نلبس الكمامة مغطية بس وشي؟ ماشي ماشي، الكمامة ماشي، حاضر. معلش يا شيخ، سبحان الله سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، يعني التسبيح هنا بيبقى فعلا عدد المخلوقات وعدد كل شيء ربنا. والله منها السند، انا متوقف في السند شويه في تصحيحه، لكن على ظاهره: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اتبع السنه وان شاء الله ماجوره. جزاكم الله خيرا. لكن في سؤال كده، يعني انت قلتي الحمد لله أو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وحدة حمدت الله ألف مرة: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أيكم أعظم أجرا؟ لا أدري. كل مأجور إن شاء الله. والحامدون التائبون العابدون الحامدون مكثر الحمد. تفضلي. الحمد لله، قولي هذا وذاك، لا تقتصر على صيغة واحدة. السلام عليكم. مرحبا رضا بن حماد. السلام ورحمة الله وبركاته. لازم رضا بن حماد بس عندي بعض الأسئلة، يعني ورجاء لو ممكن، يعني اتفضل. هل يمكن عمل حلقات في وقت مبكر
عندنا هنا يعني لقاء فتاوى. نعم والله ان استطعنا لن نتاخر ان شاء الله. يعوقنا بس ضغط العمل والله، ولا نتمنى انها تكون بعد العشاء، لكن في اعمال اخر ودروس ومشاكل ناس. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت الشيخ عايز اسأل عن حاجة بس. اتفضلي. أنا كان حصل معايا حادثة وأخترت بحفظ القرآن فترة، فحاليا بحاول أرجع بس ما مش جاي الأول خالص. مش أنت من أصحاب الأعذار الآن. حصلت لك حادثة فأثرت على حفظك للقرآن شيئا ما، وأثرت على تحصيلك. أنت مثابة إن شاء الله وأجرك غير مقطوع. قال الله سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي لأرض العمر، فانقطع عمله، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مقطوع غير ممنون. وفي الحديث الآخر: تمام، إذا مرض العبد كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا. بارك الله فيك. شكرا عبد الرحمن. أنا ليه سؤال بس. ما السؤال؟ حاليا أنا رجعت الدار تاني بحفظ وكده، فمش حاسة إن تركيزي زي الأول. وعندي مريضة خلاص ابتليتي وربنا يجعله في ميزان حسناتك. السلام عليكم. أنا حاليا ما عندي، حاسة إن أنا مش زي الأول خالص. فالمفروض يعني لو حضرتك يعني تقول لي تعلمني دعاء أو تقول لي طريقة. يا رب رضي أفضل ما كنت، ربي عافيني يا رب، أسألك العفو والعافية. بارك الله فيك يا فضل الشيخ أحمد الحكيم، وأنت يا نور السلام. جزاك الله خير شيخ مصطفى الجهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. نزيدك من فضل مولانا، الله يحفظك يا رب وإياك. اتفضل. بفضل الله ربنا أنعم علينا وبنينا مسجد، وكنا متحرين جدا اتجاه القبلة في بنائه، وجماعة المساحة شيكوا مرة واثنين. بعد ما اتبنى وفترة رجعنا تاني وجدنا ان في انحراف 17 درجة. 17 درجة كتير. فبنسأل حضرتك، هو احنا دلوقتي بنصلي بقالنا 5 شهور في البلد؟ لا لا، تعيدوا الصلوات هذا قليلا، لكن اذا كنتم تحريتم في الاول واصحاب المساحة جاءوا، ما ايه فائدة التنطع الذي عملتموه؟ والله احنا حرينا، والناس اللي المسؤولين عن الجهاز في المدينه اللي احنا بنينا فيها هم اللي وقعوا من المسجد مره واثنين. بعد كده بعد ما المسجد نزل على جوجل ماب، في بعض الاخوه رواد المسجد المصلين قالوا لي ان في انحراف، رجعنا وجبنا ناس تاني برضه من بس دول من جهه ثانيه خالص، ورجعوا فقالوا لي ان في 17 درجه انحراف. فطبعا بناخد راي حضرتك، اولا في حكم الصلاه اللي احنا، لا الصلاه صحيحه. ثانيا احنا طبعا لو عدينا ال 17 درجه في مساحه هتهدر يعني كتير للمصلين، او العدد هيقل. لا، ما احنا كلامنا مبني، هل كلام الاخرين اصح او كلام الاولين؟ فمحتاجين الاخرين، لان احنا رجعنا اكثر من مره. خلاص اذا كان هو لما نزل على جوجل كده، فهل لا اذا كنت تسالون عن صلاتي التي مضت صلاتكم صحيحه. اذا كنت تسالون عن الان، إذا كنت موقنا أن القبلة بانحراف 17 درجة، ممكن تعدلوا أي تعديل، حتى لو جبتم ألواح قبل كاش كده تضبطوا بقى القبلة وتجعلوا يعني المثلث. لا يعني احنا، أنا بس يعني أنا بستشير حضرتك في، أولا يجب التعديل ولا لا؟ 17 درجة يجب التعديل، بس مش لازم يجب التعديل بالهدم، ممكن نعدل بغير الهدم. احنا هنلف السجاد جوه المسجد. ها؟ يعني هنلف السجاد جهه الانحراف. ماشي، مش مشكله. هل ممكن، هل ممكن شيء حسن، ماشي، نخش مساحه كبيره 17 دي، ممكن نخليها مثلا 10 او نخليها. لا 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 حبيبي، اذا هتعدل تعدل مظبوط. الله يحفظك. هيكون على حساب طبعا الـ 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 ما عندنا مشكله، ما فيش مشكله، ربنا يتولاكم. وبعدين ده تاثيرها في صلاه الجمعه فقط. طبعا اه في رمضان بس. شوف، بارك الله فيك شيخ مصطفى الجهري، اعانك الله يا سيد البعلي، نفع الله بك يا ابا حذيفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حال فضيلتك؟ الحمد لله بخير وطيب، لله الحمد لله. ادام الله عليك الحمد يا رب. طريقه لحفظ الحديث،
احفظ الصحابي فقط، وبعدها الاحاديث التي هي قصص طويله اغلبها ليس بكلام النبي عليه السلام، مثل حديث كعب بن مالك مثلا في تخلفه عن غزوه تبوك، غزوه العسره، المرفوع منه قليل، فلا تلزم بحفظ هذه المتون الطويله التي هي ليست عن رسول الله انما كلام صحابي. تمام، ركز على كلام رسول الله. انا اقصد يعني مثلا لو امسكت كتاب كالبخاري، هل اجمع احاديث كل الاحاديث التي فيه لصحابي معين واحفظها، ولا احفظ بترتيب الكتاب؟ والله بترتيب الكتاب، انصحك باللؤلؤ والمرجان اولا. تمام، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه شيخان. تمام، الف تمام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. أريد أن أسألك سؤال. سل. في أوقات الواحد فيها بيعلو درجات الروحانيات والإيمانيات أوي يا شيخ مصطفى. أيوه، يزداد إيمانه يعني. لدرجة مثلا واحد يصلي الفجر ويقرأ قرآن وكده. وفترة بتروح نازلة خالص، وقال ازاي الواحد يحافظ ان درجاته تكون اعلى؟ اسأل الله سبحانه وتعالى سؤالا ان يزيدك ايمانا ويثبتك على الايمان. تمام، يثبتك على الايمان وان يزيدك ايمانا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، نحو هذه الدعوات الطيبة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثم الرفقة الصالحة، اختر رفقة صالحة تعينك على طاعة الله. ثم أنصحك نصيحة يغفل عنها الكثيرون، أحيانا الذنوب تحول بين الشخص وبين الطاعة، أحيانا الذنوب تحول بين الشخص وبين الطاعة. إن سألتني ما المستند، الله قال في كتابه الكريم: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم. من الذي ثبطهم عن الخروج للجهاد؟ هو الله، لأنهم منافقون. فيقول تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. حرمهم شرف الجهاد مع الرسول بسبب كسبهم السيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو، السلام عليكم. خير لك من الو. الو، هتنفعك في الاخره. شيخ مصطفى معايا؟ ايوه. السلام عليكم، تاخد 10 حسنات. الو، ما فيهاش حسن ولا حسن. انا سمعت فيديو لبعض يعني احد انت فهمت كلامي الاول ولا مستعجل؟ لا تفهم، قلت لك قل السلام عليكم تاخد 10 حسنات، السلام عليكم ورحمه الله 20 حسنه. الو، مش هتاخد ولا حسن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. حضرتك يا شيخ، أنا سمعت فيديو لأحد مشايخ الكويت بيقول فيه دم الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليس بطاهر. يا أخي هسألك ما ينفعك يا أخي، الرسول مات يا أخي صلوات ربي وسلامه عليه. الرسول صلوات الله وسلامه عليه مات، فكونك تسأل أسئلة تتنطع فيها وسمعت شيخ وسمعت شيخة، إيه لازمة الكلام هذا؟ ما هو ملوش لازمة. خلاص ملوش لازم، احرص على منفعك. سمعت الشيخ وسمعت الشيخه والشيخ والشيخ، وفي ايه الموضوع؟ لكن دم الرسول كان طير ولا نجس؟ الرسول مات عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم وبشر. يا الله، هذه من الاسئله التي يعني تنطع المفروض يزجر سائلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا طبيبة بعمل في مستشفى، فإحنا في المستشفى بنقسم أيام العمل. مرحبا بالشيخ عزت، وأهلا وسهلا. أنتوا في المستشفى بإيه؟ يعني بدل ما أشتغل حالتين كل يوم بشتغل مثلا باجي يومين في الأسبوع أشتغل 6 حالات أو 12 حالة على حسب يعني. أنتن تتقاسمن العمل؟ أيوه، مستشفى حكومي. في هنا ضابطان. الضابط الأول ألا يتضرر المرضى من تغيبكن. القيد الثاني أن يأذن المدير المباشر للعمل، قيدين معا. لا يتضرر المرضى وبإذن رئيس. خلاص، الجواب سمعتيه، شكرا. أنت دكتورة لازم تفهم بسرعة.
بارك الله فيك يا دكتورة مروة، يا دال مروة. ماشي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تفضل يا حبيبي. الحمد لله الحمد لله. أنا عندي استفسار لحضرتك من حضرتك. تفضل. الشركة اللي أنا بشتغل فيها فتح لنا حسابات في بنك معين بتحول عليه الراتب كل شهر، تمام؟ وبعد والحساب ده بفوائد. وبعد انا بطلع الفوائد دي بخرجها يعني من الفلوس وبخرجها في اي مصرف من المصارف اللي انا بخرجها فيها يعني. حسن حسن. وبعد السؤال دلوقتي ان انا والده زوجتي يعتبر من الفقراء وهي ارمله لا تعطي حماتك الربا، اعطيها من طيب مالك اذا اردت، اما الربا بعيد عنك. بارك الله فيك. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد اذنك كنت عايز اسال سؤال. سل. حكم من طلق زوجته بناء على فتوى من شيخ اشعري قال ان الطلاق لابد له من نية. لابد له من نية؟ يعني هو طلقها. كلمة الطلاق يدل اذا قال الرجل لزوجاتي انت طالق دل على النية. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كلمة كيف حالك احسن ازاي حضرتك؟ كلمة حضرتك دي شاعت في الاوساط المصرية وليس لها مستند لا في الكتاب ولا في السنة. انتبه عبد الرحمن. السلام عليكم. سمحت يا شيخ عايز استفسر على كذا سؤال. استفسري. انا والدي وانا صغيرة وحصلت مشاكل وقت الطلاق وبعد الطلاق. سلم يا رب. حضرتك سامعني؟ ايوه سامعك. ابوك وامك بينهم مشاكل واتطلقوا من سنوات طويلة وانت طفل. حاليا يعني ما فيش ود ما بيني وبين والدي غير من 4 سنين بس. طيب. فلما جيت قدم لي يعني شخص من الزواج وكده. ابوك الذي كان ينفق عليك طيلة هذه المدة ام رافع يده عن الانفاق؟ هو قعد فترة طويلة رفع يده عن الانفاق، بينفق او بينفق يعني بقدر قليل يعني. أيه. مش الانفاق الكلي. يعني هو كان بينفق عن طريق المحكمة. الله يكفينا شر. والدتي كانت بتنفق بس لما من 4 سنين هو بدأ ينفق عليا. ماشي. يعني بدأ يدين مصروف ليا انا في ايدي. حاليا دي ان انا لما جه شخص طلب الزواج انا كلمته بس هو ما صبرش لما يعني اشرح هو الشخص ايه. بعت لي رسالة، هو مسافر حاليا. قال ايه؟ هو مسافر. يعني هو مسافر وانت قلت لي يا ابا واحد متقدم للزواج بي يا ابي. نعم. وانا عايش عند والدتي. وانت عايش عند من؟ ماذا قال لك؟ هو بعت لي رساله وقال لي الشخص ده لو جاي عندكم عند اهل والدتك هبوظ لك الجوازه، ولو ده قبل ما في جوازه اصلا، ولو اتخطبتي وجا عند اهل والدتك برضو هبوظ لك الجوازه، ولو اتجوزتي وجي بعد ما اتجوزتي عند اهل والدتك هنكد عليكي وعليه. بعدها في نفس اليوم بالليل بعت لي رساله ثانيه وقسما بالله ان هو لو مش هتتجوزي الا لما تيجي تعيشي عندنا، ومن ضمن القسم يعني مفيش حد من اهلك هيحضر الفرح. بس اعيش عندهم يعني اعيش عند عمي اعمالي لان هو مسافر اصلا. وانا يعني هو فين هذا الرجل؟ اين هو؟ اين هو؟ في قطر. في قطر وما نزلش ابدا. انا بقى لي 7 سنين ما شفتوش يعني. قرابة 7 سنين ما شفتوش. تزوجتي ولا ما تزوجتي؟ انا اتزوجت ولا لا؟ ايوه. لا انا يعني هل يجوز ان انا اتزوج؟ انا بسالك يعني الان، تم الزواج او لم يتم؟ لا لم يتم. اعمامك على موقف ابيكي؟ على موقف ابيكي. هل تزوجي؟ المأذون يزوجك. تمام. طب هو لو انا اتجوزت هو ان هذا ان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. وهذا الرجل متعنت ورميكي من طول حياتك عند امك. طول حياتك عند امك واكثر حياتك لا ينفق عليك ويجي الان متعنت، وكيف تذهبي الى اولاد عمك وعند امامك الان ولا نعلم هل عندهم اولاد ذكور او ليس عندهم؟ الرجل متعنت فحصل شجار فالسلطان ولي من لا ولي له. المأذون يزوجك. المأذون يزوجها على كلامها، لان ممكن ابوها يتنطع ويقول انت ما سمعتش مني. انا ما انا محقق في قضايا ان اجيب على القدر الذي طرح علي من السؤال.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك يا شيخنا؟ بخير الحمد لله. عايزك تقول رأيك في جابر البغدادي، لأن في كتير متابعه وفكر إنه على حق. جابر البغدادي على حق. إن لله وإنا إليه راجعون. كتير متابعه بيقول لك إلقاءه كويس وكمان مش فاهمينه بيوصل الشرك ومتابع قبور و مش أنت عارف كده؟ أنا عارف بس بقولك هذه الجمل التي قلتها. كل ما أنصح حد يقول لي لا أنت مش فاهم حاجة. لا أنت عفوا. ماذا سمعته يقول؟ بيتكلم بيوصل الناس للشرك مثلا بالقبور ويقول لك اللي يوصل الناس للشرك يبقى ايه رايك فيه؟ بالاموات. اللي يوصل الناس للشرك يكون ايه مصيره؟ مصير النار. ثواني. هو الذي يفتي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا ها؟ لو سمحت عندي سؤالين. اتفضل. بعض المشايخ يقولون ان النهي في الاداب الاسلاميه يحمل على الكراهيه. هذا كلام فريق كبير من العلماء انه غيره. نعم. والسؤال الثاني ان بعض المشايخ ايضا هذا لكن هذا الكلام لا. ليس مسلما به مطلقا. والكلام والسؤال الثاني ان بعض المشايخ ايضا هنا يعني ليس مسلما به في كل الاحوال قصدي. نعم تفضل. السؤال الثاني بعض المشايخ في قريتنا يقولون يعني استنى بس انتظر الاول لان في السؤال الاول احتاج لبعض الكلام. تقول بعض المشايخ يقولون او بعض العلماء يقولون ان الاوامر والنواهي في ابواب الاداب على سبيل الاستحباب والنواهي على سبيل الكراهيه. هذا الكلام لا يطرد، قد يكون هذا في مواطن صحيح وقد يكون في مواطن غير صحيح. فلا بد من النظر في كل مسألة. تفضل. السؤال الآخر أن في بعض الطلاب العلم أو المشايخ يقولون أن الدكتور ياسر برهاني على دين عرب. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخبار حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله طيب. سؤال حضرتك ورجاء. تفضل. حكم الصلاة خلف إمام أشعري. الصلاة معه جائزة ولو وجدتها سنيا على النهج السديد أولى، لكن الصلاة وراءه جائزة. الصلاة جائزة، هل مكروه؟ لك لو وجد شخص آخر على سنة رسول الله وأولى، أما الصلاة وراء من ذكرت جائزة. تمام يا شيخ، لو سمحت ممكن الدعاء للوالدين. الله يرحمهما ووالدينا. عايشين يا شيخ. الرحمة تجوز على الحي والميت، الله يحفظهما ويسلمهما وارحم والدينا والمسلمين والمسلمات يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حمودة حفظك الله يا حمودة، أظنك كبرت يا حمودة، حمودة للصغار. تفضل. لو سمحت يا شيخ أنا عندي مسألة بس، هل يجوز للمؤسس الأخذ بالقول المرجوح؟ في أمر ما لا أغلق. هل يجوز إيه عفوا؟ هل يجوز الموسوس الأخذ بالقول المرجوح؟ الموسوس والعاقل يأخذ بالقول الراجح. السلام عليكم. بارك الله فيك يا هاني العاشري. السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة حضرتك يا شيخ، أنا اللي كنت بستفسر من شوية على والدي ووالدتي المطلقين وهو مش عايز يخلينا نتجوز يعني. المتقدم لك كفء أو ليس بكفء؟ هو انا اصلا هيجوزوني يعني مش هتجوز مني لنفسي. انا اسالك سؤال، كفء لك مكافئ لك ولا واحد غير مكافئ؟ لا ان شاء الله كفء. كفء خلاص. ابوك يمتنع ويلزمك بان تذهبي تعيشي عند اعمامك وتركك طول حياتك عند امك. استاجرتم فالسلطان ولي من لا ولي له. هو كان بيتوقع معايا ان هو ياخدني من زمان، بس هو كان بتحصل مشاكل واللي هو يعني هو متأذي من والدتي. فهو الان احنا الان في الكلام اللي احنا فيه الان، امرأة تقدم لها شخص كفء وابوها رافض لغير سبب وجيه شرعي، يجوز للمأذون ان يزوجها بس اختصارا للدور. هذا قول اكثر اهل الفقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟
الحمد لله. أنت سارة بنت سمير؟ نعم. نعم يا سارة، ماشي. ماذا عندك؟ هل يمكنك أن تسألني في جزء أحزاب فقط؟ في جزء ماذا؟ الأحزاب. يعني أنت حفظت سبأ وفاطر؟ حفظت الأحزاب وسبأ وفاطر. يعني أنت تحفظين فاطر؟ نعم. أنت تحفظين سورة فاطر وسبأ؟ نعم. يلا، وهم يصطرخون فيها. وهم يصطرخون فيها يا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. بارك الله فيك يا سارة. حفظت الأحزاب أو لم تحفظيها؟ حفظت الأحزاب. نعم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حسبك يا سارة، حسبك يا سارة، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. أحسنت يا سارة، جزاك الله خيرا. معلش بقى، يعني إذا كان أبوك هيزعل منا، لكن يا سارة أبوك بيشتغل في السعودية والحمد لله عندكم فلوس. إن شاء الله يكون عندكم فلوس. أتكلم كده يعني 150 ريال ثانيين يا سارة خذيه من أبيك. والإخوة والأخوات هنا ومنهم أخت اسمها أم محمد الشاطر توصينا بأن نبلغك السلام، والإخوة يبلغونك السلام ويشكرون أمك على تعليمها لك وأباك على يدفع الفلوس. جزاه الله خيرا. شكرا يا سارة، مع السلامة. لا حفظها جيد يا عبد الرحمن. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا الطبيبة اللي كنت سألت على حضرتك على كنت سألتك على تقسيم الأيام، كنت أنا أجبتك ولا داعي للوسوسة يا طبيبة. في حد قال فتوى، أنا مالي الدخل هو الحد، اسمه أحد مش حد يا دكتورة. أيوة، في أحد قال فتوى إن خلاص أنا جاوبتك، مش عايز أسمع كلام الأحد. أنا لا أحد ما طلبت منك تسمعني كلام الحد اللي أنت بتقول عليه. سألتني وأجبتك صح؟ تمام. بس تمامين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ ايه الحمد لله بخير. الحمد لله. الله يكرمك. اقول لحضرتك دلوقتي لو حد معاه فلوس وبعدين مثلا الشيخ عاوز تليفون يروح يجيب له تليفون ويقسطه له. طب ده عاوز سخان يروح يجيب له السخان، ده عاوز ثلاجة يعني اللي عاوز. هذه حيلة من حيل الربا المقنع. ربا مقنع. ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ عندكم الحمد لله. جزاكم الله خيرا. وياكم. حضرتك احنا بفضل الله عندنا شركه تصنيع ممكن تقول نحن
احسن من احنا، احنا المصرية غلط، نحن. تفضل. نحن ان شاء الله عندنا شركة أسمدة زراعية في دولة غربية، نعم، وبنصنع الأسمدة الزراعية، تمام، وبتاخد منشأ الدولة، تمام، وكل الأمور تمام. فمؤخرا لو صنعنا، لو فوضنا شركة في مصر، مصنع هنا في مصر يصنع لنا بهدف التوفير بسبب انخفاض العملة والعمالة والخامات وكل شيء، والبضاعة بتسافر هذه الدولة وتأخذ المنشأ بتاعها، ممكن بقى تصدر لدول تانية. لا يعني عفوا أنت مصنع أسمدة زراعية في، نعم، دولة خارجية، نعم، وبعد عايزين نصنع في مصر، هنا في مصنع في مصر يصنع للشركة اللي في الدولة الغربية. يعني أنت عايزين تنقلوا موقعكم لمصر؟ لا مش ننقل، نفوض الشركة في مصر تصنع لنا وتصدر بنفس المواصفات الخاصة بكم، نفس المواصفات وأفضل. قطع الخط، قدر الله ما شاء. نفس المواصفات وأفضل، خلاص ما شاء. بس عايز يكتب المنشأ في دولة ثانية. كلمني على الهاتف الخاص أحسن. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هذا شيخنا. الحمد لله. الله يجزيك خير. سؤال يا شيخ، أنا شغال في الأدوية. شغال في مخزن أدوية. طيب. واحدة معرفة كانت طلبت مني إن أنا عندها أدوية وعايزة أغيرها لها. فغيرتها لها مرة أو اثنين. فبعد كده عرفت ان هي بتجيب الادويه دي عن طريق تامين صحي بتاع جوز بنتها. عفوا ايه؟ الدواء الذي تعطيه هي لك. ايوه. دواء جيد وصلاحيته جيده والانظامه. ايوه هي بتجيب الادويه بتصرف التامين الصحي من صيدليه، بس التامين الصحي ده طلع بتاع جوز بنتها، هو ما بيستعملوش، فهي بتاخده هي تستفيد بيه. لكن هل هو سلك مسلكا محرما لأخذه هذا الدواء من التأمين الصحي؟ سرقه مثلا أو زور؟ لا، هي تعتبر زورت، هي التأمين. لا هي ما شوف يا أخي، لا هي ما زورت. في عندي زوج بنتها دواء صلاحيته سليمة تماما، أخذت هذا الدواء وبدلته بما تنتفع به، فهي ما زورت ولا غشتك ولا غشت غيرك. هي مش عند جوز، هي هو جوز بنتها له تأمين صحي، فهي بتصرف. ايوه انا فاهم، زوج بنتها بيصرف دواء صرفا صحيحا، ما بيصرفوش، هو خاضع لنظام تأمين صحي معين، فهي بتاخد الكارت بتاعه او الكارنيه بتاعه وبتقدمه على انها هي، ان هي هو، وبتصرف الادويه، هو ليس في حاجه له، هي بتصرفها لها هي. لا، إذا كان هي بتزور في الأصل، لا، ما تساعدهاش على الاسم والأدوان، ما ساعدهاش فيه. لكن لو هو مثلا أخذ الدواء من التأمين الصحي هو وتملكه وقال سأشتري دواء أنفع لي أو أنتفع بقيمتي في أي باب آخر، هو حر، هذا لأنه تملك السلعة، تملك الدواء بصيغة صحيحة، تمام كده. في هذه الحال لا بأس، لكن هي تروح تكشف مكانه عند الاطباء وتاخذ دواء بتوصيف معين وترجع تباها، اذا غشت لانها استعملت تامين صحي لا يخصها. ايوه. مع السلامه. نفع الله بك يا ياسر ابن عسل. السلام عليكم. ايوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته مولانا. اتفضل يا حبيبي. احنا بنشتغل في مجال الاعلاف، الخامات بتاعت الاعلاف. في ناس بتاخد من عندنا الخامات بتصنعها وبترجع تباعها، بس هي مثلا بتسدها بتبقى بالاتفاق ان هي هتسد مثلا بعد 6 شهور او بعد سنه على حسب ما دوره السمك بتطلع. في ناس بتتاخر علينا مثلا بقى عليهم 100,000 جنيه او اخدوا البضاعه ب 100,000 جنيه. بعد 6 شهور، المفروض خلال 6 شهور او خلال سنه على حسب الاتفاق الفلوس بترجع علينا اللي هو قيمه البضاعه. في ناس بتاخد البضاعة دي ما بتجيبش فلوسها، بتأخرها بقى، ممكن تقعد سنة 2 3. هل أنا بعد يعني بغض النظر عن الأسمدة والأعلاف والقصة دي، واحد تاجر يبيع سلعة لأحد والمشتري يماطل في السداد سنوات كده من الخسار؟ لا
تمام. هل انا بعد المده اللي احنا حددناها ان انا اخد فيها الفلوس، هل انا يحق لي ان انا اطلب بالبضاعه الثاني ولا ما يحق ليش غير ان انا اخد فلوسي بس حتى لو عدى عليها سنين؟ لا يعني هل هو مماطل او معسر؟ مماطل. من الممكن ان تطلب بضاعتك وترد لي فلوس، بس في تغيير حصل كبير في سعر البضاعه يعني. ما انت لا تستفيد، ما انت المستفيد الان. انت اعطيته طن، انت اعطيته طن علف مثلا وكان سعر الطن 1000 جنيه تمام، وقال ساسدد خلال شهر مثلا. تمام. ما سدد خلال شهر فخلى بالعقد، سدد بعد سنة زي يعرض الألف جنيه بعد سنة بعد أن هبط سعر الجنيه المصري إلى النصف. تمام. لك أن هو نقض العهد في السداد، لك أن تنقض العهد في البيت تقول أنا أريد الطن حقي. حتى لو ما كانش في اتفاق إن احنا لو هو اتأخر عن السداد. ما هو ما فيش اتفاق، ما اتفقناش أيضا إنه يتخلف. هل اتفقنا إنه يتخلف؟ لا. احنا بنفاديك الربا. تمام. في حال عدم الإعصار، في حال المماطلة. تمام. أنت فاهم كلامي؟ تمام. بس كل الناس، مفيش حد بيجي يقول لحضرتك أنا مش هجيب لك أو أنا بماطل. كله بيقول أنا لا، ما أنا كلامي مبني على التحرير. لا، فيه يعني أنا ننظر قضية من القضايا. واحد من الناس كان لم يكن مسلما. تمام. كان نصرانيا، اشترى من الناس سلعة. تمام. من سنوات بخمسة مليون جنيه. تمام. متى ستسدد يا أخي؟ قال خلال شهر، أقصها شهر تكون عندك فلوسكم. تمام. أخذ السلعة وبالفعل باعها. تمام. واستلم الأجر، استلم ثمنها كاملا. جاء يطالبوه، قال ليس لكم عندي شيء. يا أخي أنت وعدتنا. مالي وعد. تمام. طيب هنشتكيك بالأوراق اللي معنا. قال اشتكوا، ما لكم عندي شيء. وباعها لتاجر منافس يهودي. تمام. منافس للبائعين الأولين. تمام. أنت فاهم كلامي؟ فاهم حضرتك. دخلوا في القضايا. بعد خمس سنوات من المحاكم حكمت لهم المحاكم بالأوراق التي قدموها 10 أضعاف الذي لهم. تمام. هل سأقول لهم يتركوها أو ماذا أفعل؟ أو أقول لهم خذوا الذي لكم بالضبط؟ وهي أموال الناس تثمر عندهم، وأموال يتامى تثمر عندهم. تمام. أو لازم أفرض عليها عقوبة تعزيرية. تمام. لازم أفرض عليها عقوبة تعزيرية. كل ما لحق كل ضرر لحق بهم بالتوصيف الذي ذكرته لك يأخذوه. كل عطلة تعطلوها يأخذوه قيمتها. كل قضية رفعوها. وإضافة لذلك عقوبة تعزيرية. أنا ما أقرضتك، أنا ما أقرضتك عشان تعمل فيها كده، ولا أخذ بالربا، ولا ويستحيل أن أنا أخذ 5 مليون وأنت لم تتعصر، بل بعت وتحديت. هو ما احنا ما بنتكلمش ان حته ربا. انا من البدايه، انت حضرتك من البدايه جاي تشتري طن العلف وعارف ان ثمنه 10,000. ما انا قلت لك انت اتفقنا على 10,000 جنيه وتسدد لي بعد شهر. نقطه بس، في نقطه ان كل واحد ما بيجيش يقول لك انا بماطل، انا بيقول لك بيقول انا اتعثرت. انا قلت لك تعال انت تتحقق من المماطله من عدمها. تمام. مهمتك انت التحقق من المماطله من عدمها. تمام. الله يسلم. لأن كده المعاملات يعني الحركة التجارية ستتوقف إذا قلنا لا فقط خذ الذي لك فقط. الحركة ستتوقف. الناس الآن تسمر أموال ناس. أكثر الأغنياء الآن يسمروا أموال ناس. أكثر الأغنياء يسمرون أموال الناس. وبعد كده يأخذ من أموال الناس يسمر لي 1,000,000 جنيه مثلا، وبعد كده المشتري يماطل. تمام. قال لك اسددك بعد الشهر، ترتب الربح على ان بعد شهر، يمكث سنه سنتين ولا تاخذها الا بقضايا، وهو ليس بمعسر، ولم تاتيه جائحه تضيع امواله. يعني لم تاتيه جائحه حريق مثلا، وليس بمعسر بل مماطل. لابد ان نتدخل ونقول تفرض عليه عقوبات تعزيريه. بارك الله فيك. شكرا. الله يكرمك.
بارك الله فيك. طيب انت روعه. السلام عليكم. فيك السلام ورحمه الله وبركاته شيخ مصطفى. يا مرحبا بك واهلا وسهلا. مرحبا جزاك الله خيرا عن كل ما تقدمه، واشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. وانت صغير كده بعد اذنك يا مصطفى. صغير، لان التصغير لا يصغر، صغير مش صغير. تفضل. الله يصلح حالك على تصحيح المعلومه اولا. وياك. اسال علماء اللغه يمكن عندهم مخارج ما لا يعجزون. شيخ مصطفى الله يكرمك ويبارك فيك. وياك. تصحح كي ندعو لك يا شيخ مصطفى. والله الله يبارك فيك. تفضل. الله يحفظك ويرفع قدرك اللهم امين. وياك. شيخ مصطفى، اذا اصبح السفر عاده، يعني بمعنى ادق يا شيخ مصطفى عشان اوضح لك سؤالي على وجه الخصوص، انا دلوقتي شغلي وليكن 3 ايام في القاهره مثلا و3 ايام في محافظتي اللي هي تعتبر سفر، وليكن الصعيد في المنيا مثلا، تمام؟ هل كل اسبوع على هذا الحال يا شيخ مصطفى طوال بقى الله اعلم الى ان يشاء الله، تمام؟ هل ليا في الثلاث ايام طول ما انا مسافر كل الثلاث ايام رخصه القصر؟ عفوا عفوا، انت لك داران اقامه ولا انت مقيم في بلده وتسافر للاخرى وترجع؟ مقيم اسرتي في البلده اللي انا قاعد فيها، وبسافر شغلي اروح اشتغل 3 ايام وارجع تاني على بلده. تقصر مهما طالت المده. تقصر صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. اكرمك الله. وياك. اكرمك الله واعزك واجعل ديننا يسرا لا عسرا. يا رب امين. الحمد لله، هو الدين يسر الحمد لله. احنا نحن الذين نعقد هذا. الله يوفقنا وياك. ياسر جلال قناة المجد مدريد. يا عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. يا مرحبا يا شيخ وائل. ازيك حضرتك يا شيخنا؟ اخبار حضرتك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. ربنا يسعدنا بيك يا شيخنا ويبارك في عمرك. واياكم واياكم واياكم. الله يبارك في عمرك. كان عندي كام سؤال في حديث كده يا شيخنا، كنت عايز اعرف صحته مع حضرتك. اتفضل. الحديث الاول اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم مطفئ الكبير ومكبر الصغير. اللهم ايه؟ مطفئ الكبير ومكبر الصغير. مطفئ الكبير ومكبر الصغير. اي لا اعلم له اصلا يا شيخ. يا شيخ وائل اول مره في حياتي اسمع هذا الكلام. اللهم مطفئ الكبير وما له في رجله زي حاجه كده اللي هي بتطلع يعني زي حبايه كده او حاجه زي كده، فهو لقى نفسه بالرقيه دي. رقى نفسه بوزعوا منها حديث عن رسول الله. ايوه الحديث ده. لا ما مر علي ابدا بسند والله. الله يسعدك. طب الحديث الثاني، لم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات. في خوان اكل عليه الرسول، وفي خوان انتفى ان الرسول اكل عليه. يعني في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قرب اليه خوانه صفره. أيوة. فمد يده ليأكل، قالت أم سلمة أخبروا الرسول ماذا يأكل، فقال يا رسول الله إنها لحم ضب يا رسول الله، لحم ضب يا رسول الله، فكف يده. قال خالد أحرام هو؟ قال لا، فاشتره خالد رضي الله عنه فأكله. سمعت كلامي؟ أيوة سمعت. هنا خوان، والآخر ما أكل الرسول على خوان قط، فالعلماء حملوا الخوان الذي لم يأكل عليه الرسول خوان الجبابرة والكاسرة والقياصرة والأكاسرة، خوان ترابيزة من حديد كبيرة يحملها 4 رجال عليها زخارف يقدمونها كالملوك، ده الخوان الذي لم يأكل عليه النبي. أما الصفرة العادية تسمى خوان، زي الطبلية مثلا هتسمى خوان، صفرة عادية ورقية تسمى خوان. تمام. سمعت يا عم وائل؟ ايوه سمعت يا شيخ. كيف الجمع بين اكل النبي على خوان وبين انه لم ياكل على خوان؟ الخوان الذي انتفى خوان معين بمواصفات معينه، والخوان الثابت خوان اخر صفره هنا على اليد. السؤال الثالث يا شيخ. لحظه شوف. والله العبد الله يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. نعم. الحديث ده صحيح؟ الحكم عبد الرحمن. ها؟ الحديث لا ينظر الله الى عبد لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. لا ينظر الله الى عبد لا يقيم صلبه. يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. لا ينظر الله الى عبد لا يقيم صلبه. هو في صحيح الترغيب. لا معلش ما رجعته بنفسي. لا
لفظة لا ينظر لا الله يكمل. والسنة اللهم مطفي الكبير هو له سند لكن ما حققت سنده، ما حققت سنده احتاج مراجعته، لان الشيخ وائل يعرف شيء معذرة يعني الاحاديث ذوات الاسانيد النازلة يعني البعيدة عن الكتب الستة ومسند الامام احمد في الغالب تكون معلولة. كلما نزل الاسناد مثلا طبراني حلية الاولياء الخطيب البغدادي الاسانيد النازلة في الغالب تكون ضعيفة او شاذة، في الغالب تكون ضعيفة او في الغالب. لا اتكلم على حديث الرجل لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود، ده مصدره قريب، لكن انا اقول ما حققته. لكن عموما كتقعيد عام الحديث في الكتب ذوات الاسانيد النازله يعني البعيده عن رسول الله في الغالب يخيم عليها الضعف عند انفراد اصحابها به. سلم على اهل بيتك وما يحناش منك. وإياكم الله يبارك فيك والله يسلمك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. نسألكم الدعاء يا شيخنا. الله يبارك فيك ويسلمك. الله يبارك فيك يا شيخنا. دلوقتي يا شيخنا كنا عايزين نعرف طريقة حل السحر يا شيخنا. نعم. نعم. عمل السحر الحد. أحد سحر أحداً. بالظبط كده. احد سحر احدا دون الرجل والى الروحانيين يا شيخنا. من الروحانيون؟ الدجالون تقصد السحره ولا من؟ بالظبط كده اللي بيتصل. وانت تسمي السحر روحاني ليه؟ تسميه روحاني سحر دجال اسمه ساحر مش اسمه روحاني. على كل لا تذهب الى سحر ابدا. الرسول سحر، ما ذهب الى ساحر، ذهب الى نادى ربه ودعا ربه سبحانه وتعالى. ادع ربك، اقرا المعوذات وما قول الله احد امسح. لا تذهب لساحر ابدا، لا لحل سحر ولا لسحر ولا لاي شيء. يا شيخنا اي تحدي يطلب اسم الام؟ هذا من علامات الدجالين، يطلب اسم الام، واسم الام يعمل ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الشيخ أحمد عزز كان يقول نصيحة أن تقبل رجل أمك من الأسفل، فأخي يفعل هذا دائما لدرجة أن أمي تتعصب عليه. هل هذا؟ لا والله يعني. شوف يا أختي، أصحاب رسول الله ما ورد عنهم ذلك، ما ورد عنهم ذلك. هل ورد سمعت ان اي صاحب من الصحابة كان ينحني يقبل رجل امه من تحت وعادة؟ كل هذا من الغلو، كل هذا من الغلو. في ناس كده طيبون اعتقدوا ذلك، وكل ما يدخل البيت يركع يسجد على رجل امه يقبلها. هذا الكلام غير وارد عن رسول الله. الرسول طبعا مش هتكلم عليه لأمه ماتت في الصغر عليه الصلاة والسلام، لكن ما ورد مثل هذا عن أي صحابي صلى الله عليه وسلم. افهم الكلام، لأن الناس بتنفرد بالأفهام. يقول زمها في إن الجنة عند رجلها فينزل يظن الجنة هناك، مش كده أبدا. هذا فهم غلط، هذا الفهم خاطئ، هذا الفهم خاطئ. أصحاب رسول الله فهمهم خير فهم. عموم الصحابة ما كانوا يصنعون ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. الحمد لله رب العالمين. شيخنا كان في بعض الناس بتستشهد بالقصص الضعيفة والموضوع، ولما اتحدث معهم في الأمر ده بيقول لي يجوز يعني إن أنا يستشهد بها في الوعظ. فما حكم هذا وما رأيك فيه؟ الموضوع مكذوبة. إذا اتفقنا الحديث موضوع مكذوب فلا يجوز نسبة شيء مكذوب إلى رسول الله. أما قريب الضعف، قريب الضعف يعني الضعف في يعني واحد يعني يخطئ أحيانا، فيعني أقرب من أما الموضوع لا يجوز أبدا. لا يجوز أبدا. طيب طبعا نقول له إيه الدليل؟ طيب دل عليه. واحد كذب على الرسول وقال إن الرسول قال كذا، أكرره؟
جن عليه يعني. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ماذا عندك؟ نحن نستفيد في كل أمور حياتنا والحمد لله. نعم؟ نحن نستخير في كل أمور حياتنا والحمد لله. الحمد لله. ثم نختار بين شيئين، نتركها لله، ماذا نفعل؟ نتركها لله أم نفعلها نحن؟ ما أنا فاهم حضرتك. خلي أمك تفهمك السؤال كويس. جيدا. تفضل كلمتك. ماشي. مرحبا شيخ سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا شيخ، حضرتك من شويه كنت بكلمك عن والدي ووالدتي المنفصلين. يعني طولنا في الكلام عنهم يا اختي، خلاص ضاعت وقتنا الله يحفظك. لا سؤال تاني بس معلش. انا اتجوزت من وراه هو كده هقطعه يعني. خلاص انت بتقدري المصالح والمفاسد. خلاص قدري المصالح والمفاسد بس. تقول لي إذا خلاص أفتيناه أن السلطان يزوجها القاضي قد طال تم ويزعل مني، خلاص أنت حرة قدر المصالح والمفاسد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل اتفضل. أستاذ حضرتك، أسأل حضرتك، أنا شغال في القسط إن شاء الله، فزكاة المال أنا شغال في القسط. تعالى بس يصبر، قف معنا. كيف شغال في القسط؟ شغال في الربا ولا ايه؟ يعني واحد محتاج سياره. لا لا مش ربا. ما تقول لي فن، فهمني. واحد وانا محتاج سلعه زي كده يقول لك تعالى ساعدوهم اشتريها لي وقصتها عليا كده، هي الشغل اللي انت فيه. انا عندي محل. عندك محل. يدخل لي شخص يقول لي انا عاوز مثلا التليفون ده، فبقول له التليفون ده ب 5000 كاش ب 8000 قسط على سنه. لا مانع كده، لا مانع. انا واخد الحكم الشرعي فيها من ثلاث مشايخ اجلاء زي خلاص ما لا مانع، ما جابت لا مانع. زكاة المال انا بحتسب بس زكاة المال، انا الفلوس كلها طبعا بره في السوق في الاقساط. ستزكى لانها ديون حيه، ديون حيه، ليست بالديون الميته بل هي ديون حيه تزكى. الديون الميتة التي تستثنى التي لا يرجى سدادها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، هو أنا بعد كتب كتابي زوجي ما بيتكلمش غير متعدد، وأي مخالفة ما بيننا أو أي حاجة يقول لي أنا هتجوز عليكي. قبل البناء. قبل البناء. قولوا له الشيخ مصطفى يسلم عليك ويقول لك أنت الرجل قليل الفقه. قليل الفقه، قليل الفقه، ما كل يوم تتكلم مع زوجتك هيتزوج عليك هيتزوج عليك، يعني حتى لو فرضها تتزوج عليها. فالرسول يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرع ذبيحته. هذا الرجل قاسي. قل اتق الله في نفسك، أنت لك أخوات، لك بنات، أو لك أخوات وسيكون لك بنات، اتق الله شوية في الكلام. أنا يا شيخ بقيت نفسي إن أنا أتكلم معاه بسبب إن هو كلام صراحة يزعل، غيرك يزعل. يعني كلام واحد مش فقيه في التعامل مع النساء. ولا فقيه، يعني الله يقول وقولوا للناس حسنا. بهذا القدر أجتزي حميدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق.
اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وأخلص نوايانا وحسن أخلاقنا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.